بالمواسم اللي فاتت كنا بضيف لطيف نستضيف يعني نوعيات مختلفة من الضيوف، ضيوف مميزين من الأشخاص اللي لازم نتعرف عليهم، وبالغالب بتكون من الشخصيات اللي أنتوا بتحبوها. هذا الشيء مستمر معنا بهذا الموسم، وبأول حلقة من حلقات ضيف لطيف معنا ضيف مميز، مميز جدا جدا جدا، معنا محمد رمضان، هو ضيف لطيف لليوم. أهلا وسهلا أبو حميد. يعني إحنا بنتشرف ومحظوظين جداً يا حبيبي أنت معانا بحلقات كل خميس. إلي الشرف والله يا رب. وأنا شخصياً بتشرف إنه أنت تكون أول ضيف بضيف لطيف. إلي الشرف. أهلاً وسهلاً يا حبيبي، تسلم. هلا قبل لا نخش عشان نذكر الناس بمبدأ جيم ضيف لطيف، ضيف لطيف إحنا بنجيب ضيف نتعرف عليه بأسلوب يعني هيك شخصي شوي، وبعديها ممكن نلعب معه جيم. جيم اليوم اللي اخترناها مع محمد رمضان هتكون أشبه بالمناظرات الشعرية، لكن هتكون مناظرة غنائية. اها مركزين؟ شباب المؤسف هيكونوا معانا، هم الطرف المقابل لمحمد رمضان ضد. حلو، ما رضينا نطلعهم من الاستوديو. بدهم يلعبوا، بدنا مواهب مطربين. بعدين اصواتهم قوية. بس انت الكابتن نفسك يا فندم، يعني بتلعب هاي اللعبة مع مغني مع مطرب؟ ما هو يعني ابو زوز هي لا ما حرقه او ورقه حرقه شو اسمها لا هاي المقاصه. هلا كونه مطرب لازم نلعب معه لعبه لها دخل بالغناء، لكن اداك لعب مظبوط، بس بدك شعر برضو انا شغال والله. اصلي ابو احمد بس ما هو المنافسه مش بحلاوه الصوت، يعني انا لو بدي اقعد اطرب اسبوع انت صوت عطستك احلى من الطرب. تمام. احنا خلينا نكون واضحين انه المسابقه هتكون نشوف قد ايه محمد رمضان حافظ اغاني وقد ايه شباب المؤسف، يعني خليكم معنا ان شاء الله خير محترفين. المشكله تمام؟ انه رد كوميدي حلمه لك حبيبي ابو زيد. مين يبلش، انا اقول لهم؟ لا انا بدي ابلش وبعدين انتم بدكم تاخذوا من عندكم. انت يلا قول. تمام يلا، بس انسوا مش طرب وكذا. فوق لنا خل فوق، فوق لنا خل فوق. ما ابشعك. مين يبلش؟ حرف الاج قاف. اج عند محمد رمضان. عندي انا. ايوه قاف يعني. قولي أحبك أو كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. الله عليك. يلا جميلة. دو أيسر. ألف ألف. يلا يا مؤسف. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما بايامنا اللي جايه. تا مربوطه. بدك تبلش بتا مربوطه. تا مربوطه. تا 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 لا عم بغ... لا غش. لا والله ما سمعت. استنى بدي مين يغشش بدون غش. تملي معك ولو حتى بعيد عني بقلبي هواك، تملي معك. كف كف. يلا كل مرة. أيوة. الله الله يا تراب عنطورة، يا من فالغيم وسطوح العين، ستي من فوق لو في زورة راحت على العيد والعيد بعيد. دال ضدي انت ولا يزيد؟ يزيد يزيد دور يزيد. دال يعني جاي على الدال على يزيد، يعني زنقة حرف الدال. لا ده سهل. دايما دموع دموع دموع، دايما دموع دموع دموع. عين عين. سهله يعني. سهله. تقولوها ولا اقول؟ اقول انت قول. يلا انت. انا عين. ايش في عين؟ اقول لك على العين موليتين و12
عرش مولاي، جسر الحديد انقطع من دوس رجلي، عالعين موليتين واتناعش مولاي، جسر الحديد انقطع من دوس رجلي. يا 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 مؤيد ساعدني اقطعك. مش عارف مؤيد انت ويا بيرا لا وهديك ويا مش عارف يا لا مزبوطة بس ما تغش منه انت لحالك. قول أربعة ثلاثة اثنين كسروا. يا حبيبي يا حبيبي أم كلثوم خلاص حبيبي يا حبيبة. أنا بعتذر عن تكملة الوظيفة. وأنا بعتذر برضه. آخر واحدة حرف يا. آخر واحدة يا 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 ريت فيني. يا غايب ليه بتسأل أحبابك اللي يحبونا بيناموا الليل عيونك وأنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني واحتاجك جنبي نسيني جروحي وأحزاني أنا حميد. شكرا لك. شكرا شكرا يعني اتحفتنا وارتربتنا شباب المؤسف برا شكرا شكرا العافيه ما لازم نشكركم. بس هيك سؤال سريع ابو حميد الي لو انك ما توجهت بالفن نعم. الطرب والغناء شو كان ممكن تطلع؟ بدي افاجئك انا. فاجئني. كان نفسي اطلع بالجيش والله او طيار وانا رايح يس حاجه جميله خالص. والله محمد احنا بالعاده ضيف لطيف نفقعه رسمه كويس. ايوه مش قادر اعرف شو المهنه من الصوره انا شايفها قبل لا ملهاش بالمهنه احنا هيو بس انت وعدتني دير بالك علي لطيف فيها لا مزبطك والله شنطتك مكسب مقلاي لا حرام عليك يا زلمه والله احلى من هيك هي حلوه انت جاي تهوي اشوف فرجينا اياها لطيف هوي له. طيب نشوف الرسمه مين هذا هذا محمد رمضان شو الزوم ان اللي عملته يا لطيف هاد بس ما مش يعني والله لطيف والله لطيف بس مش انا هذا مش عارف ليه بتخرب خشوم العالم يا رجل علامك يا ود هلا شوف لا والله لطيف لطيف هلا شوف سلم ايديك الله يخليك هلا الكاريكاتير يا ابو الزوز دائما فيه مبالغات صحيح طبعا فانا كان لازم يعني استلم خشمك اخ محمد حبيبي يعني انا كنت حب اجاملك باول حلقه كويس بس خلص ما انه يعني ورطناك ورطناك منه وفينا صار خلص وخلص منه وفينا ما فيش داعي انه يعني انا بالنسبه لي اكتسبت خبره اني تربيت انه لما توعدني بعرف شو النتيجه راح تكون حبيبي انا وداني شكرا كثير لله حبيبي ابو حميد شكرا لك حلو يا حبيبي طبعا انت احلى من هيك اكيد يحترم اكيد حبيبنا اي نعم مش انا بس بحبك تسلم تسلم انت احلى من هيك طبعا بس الكاريكاتير يعني جزء منه هو السخريه اكيد نطلع فاصل نطلع فاصل يا جماعه فوق فاصل فاصل